بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم نكمل مواضيع الانيكواليتي والجزء نمبر دي او رقم دي. في هذا الجزء اسمهن، هذا الجزء اسمه سبيشال، خاصه لايش؟ للانيكواليتي. تعالوا خلينا نشوف مع بعض شو هن الحالات الخاصه. بداية بدي أنوه على المعلومتين هذول أو الملاحظتين هذول، اللي هو 1 على 0 نعتبره برياضيات، 1 على 0 قيمة غير معرفة، ولكن بالنهايات، ولكن نهايات ولا غير نهايات، ولكن غالبا ما نعتبرها هاي القيمة موجب ما لا نهاية حسب إشارة الرمز اللي هنا. 1 على 0 هي عبارة عن سالب موجب ما لا نهاية حسب إشارة العدد هذا. الملاحظة الثانية اللي هو 1 على ما لا نهاية وبرضه يسوي لنا ايش؟ يسوي لنا 0. تمام؟ إذا خلوها بذهنكم هاي. سالب 1 على x للأقل أو يساوي موجب 1. شو اختلاف عن المثال هذاك؟ أول إشي سالب 1 على x إشارتها سالبة، وهم في عندي مساواة. كيف بدي أساوي؟ طبعا بدي أقلب، ما في مجال إلا هيك. سالب x على 1 اتفقنا، والواحد موجب 1 ينقلب يصير 1 على 1 مع إشارته تنتقل، وهان يصير عندي هان كمان راح ينتقل.
لانه ايش ليش لا ينتمي لك؟ انا ما حطيت لك عليه اشاره مساواه. طيب هل الصفر داخله من السالب مال الموجب مال النهائي من السالب مال النهائي للموجب واحد؟ نعم داخل الصفر تجيهان. طب كيف انا الصفر حطيت لك عندي لا يوجد عندي مساواه بما انه تضاربت او يعني بما اني حطيت لك اياه غير داخل فانه غير داخل. طب لو حطيت لك اياه داخل مساواه لا ما يصير، لانه لو حطيتها صفر راح يطلع عندي موجب واحد على صفر ما لا نهايه. هل ما لا نهايه اقل من صفر؟ حلي راح يكون زي المساله السابقه ايرور اللي هو نو سوليوشن، بس انا تعمدت اني احط لك اياها من دون اشاره مساواه. ناخذ المثال رقم 6. المثال رقم 6 واحد على اكس اقل او يساوي صفر. ايوه تمام. ها المثال رقم 6 طبعا حليناه بدون احنا دارينا حالنا اللي هو ايش المثال.
استراتيجية سهلة، تحل كامل زي الحل الاعتيادي، بعدين تتأكد من الحل، تعوض القيم أو تعوض الصفر أو إشارة المساواة المحطوط عند العدد. مثال رقم تسعة يقول إن مطلق X أكبر من صفر. لاحظ معي عندما إذن وهيك شباب خلصنا هذا الجزء وخلصنا بشكل عام موضوع المتباينة.